كيريدو حق ويا حديو نيوين كوه كيد هذا عباد حي لي بريري با غوبن وحو غران جيرا لومي وحو غران جيرا مقن هلكا وحن كو عدينيا ان ان دوبكا وخريو بوسكي ابيي اوغاس احمد نور اوغاس اسماعيل عبد هلول اللهم بلغت إنا لله وإنا إليه راجعون على نحرستي جناها كورابية وحساك حبالها مصالها مقالة هرقيسة لغو آسي مرحوم أغاس إسماعيل عبد هلول وهبين كي حاليها مقالة هرقيسة كو غيريو دي إيادو نسيد وكلها القاسي لغو على مساريمت كميدا وقبط كودولي أغاس كو وبدالي دونا أغاس كو غيريو دي وحانا كقيب غلي أغاس كمرحوم كمشرح مدحويني حسب كمعارض كاهي وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدوميها ورسيا سيد كاه محمود حاشي عبدي صلاة الدين إيا قيبها كالدوان إيا بلشدا وعنا مرحوم كالله وقبر يعني ونحرس تيشانا كورابيو آسكي أغاس إسماعيل عبدي هلول وكم إذا هار ركم كم إذا ركم إذا لغا كسومالي لان وضي تاريخ وين لبوها وحن كتح شديري يا مركة هوري غويش كيسي إهل كي يغرابضة بحضة لغا كسومالي لان شعبي كسومالي لان نقول إسكبال عرام بوها أما شعبي كهير سومالي لان مكة تحسيدين هي إلهي وقاس كون حارست إلهي دم بالله فصي إلهي كانت الفردوسي هاقي ما تدعون بينو قبهي وينو دعينينا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة الدوم إلهي بينو نهي لما أنتين قيري بينو كحكم النهي وينو كله الرئيناؤون سيدي نوكا هرينا وسير الى هي وين انو اقون الهيم ولكن وقاس اسماعيل عبد محمد او تي الى هي وتيمي وحان كتعسين يا جيريدا نحنطل وقاس كجود بيلها ايوب شيخ سحاق دمان بيش ايوب يو بهذا الدقن كشمالي لان يو قويسكي وكب حين تبا إلهي وحن كبري إنه نحرسته إن جانا إنه ودم سجنا ودم بالدافع إن جانا وخاتمه ذي إن خيرك خاتمه وقاس إسماعيل وحوها نوين وعانا وبشدة وحكترة تذكر مسلمين توحى وخير بدن قوة قوة وحترة وخير بدن وحانين هل جنكي ذلك اللي جو حرية قريب وانكسر قاتي وعمر كل سوق علينا ضد كي نبض كشقيه يدبوليس كذلك وعهانين سلا الله جو الرمي أهل عبادة أقون في عن أو يقفل أنبان ولها إلهي وحنا قبريين ونحريسته بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحنا نشوفنا حباشي وقاس إسماعيل عبد هلول وحالي حقي كوهلي مقالة هرقيسة وأدوي نبا مالبا إلهي بين أقري والله وكلا أقرينا يا مركا إلهي هو حنوغا برينا نحرث جنا إلها كورابيو إلهي نحرث جنا كورابيو نب علم وها إعدام وها مساجد كإعدام شنط وقتي إلهينا وحكو شاقي قرآن كيسا وكوا مالت قيامة صوبح الدونوي أقورت النار إلهي النبي محمد الله حليليو إلهي قبرك هاو النور إلهي قيامة هاو إلهي النبي محمد الله حليليو إلهي هاو نحرستو لما وحن ليها إلهي قبرك هاو النور وين أود الدعين هل كاسا ينوض هرن وأنا أقول لك أن إلهي بحين أوبرينا إنه حارس الجنكة ورابيو هذا الكبد ما مشاهد نوها وهو نكي قارقي وتي قلبي إيري وروحي أيوب وسكة تجا طلعتا أين تجن أين نحر إيقور جيس كتل قاتي أسكر قارقو كشيفي أسكر دقة أسكر دقة شيء بهاي أسنا مقالي كل كا إلهي بحين أوبرينا إلهي قبرك هون نورو qoyskii iyo qaraabadii iyo dhamaan bajmuriida Soomaalana waxaan la samiriyay iimaan saadiqa Allaha ka siiyo amiin walaa iga dambayn doona taariikhdiisu way farabadan tahay halka lagu ma soo koobi karayo
إلهي هون حرسته وإنا إليه راجعون كل نفس دقيقة الموت هل كسلقو الضمين يا كنتي وقاس عبد هلول وحلقة تعسين يا إسماعيل عبد هلول وحلقة تعسين يا إهلكي يا قرابتي يا أصحابتي يا شعبك جمهورية السودان الجديد وده ملك استيتشو حلا يا هاي سمري إيمان هل كسلقو الضمين يا كنتي وقاس كمان تدعي لهم بهاي وندعينا إن شاء الله ilaahayna xariis jannada ka waraabiyo ilaahay qabriga hun nuglo ilaahay madxalkiisa ha waasiyo teena ahleediisi waa ka tacsiinana isagana naxariis baanu ilaahay u weydiinaynaa intii sabtu waxa weeyaan nin wax tarab buu ahaa maalintii maxaan ku lahaa markii horena raggii dalka xoreeyay ee qoriga qaatay kaymaha uu galay buu ahaa magaca sharafka ku lahaa markii dambana nabadoon buu ahaa wuxuu ahaa dadka maxaan ku lahaa nabadda iyo samafalka ka shaqeeyuu ahaa labada geesood buu ku wanaagsana aad iyo aad in heer cilaado aanu wuu ahaa ilaahay naxariisi jannaha siiyo inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun geeridu waa xaq intaynu halkaa joogtaa waynu ku xukumanahay waxaynu ognahay inaynu ku xukumanahay geeri baa jirta marka ugu horreyn waxaan leenahay ugaas ismaaciil cabdi huluul ilaahay jannatul firdawsa ka waraabiyo dembigiisii hore allah dhaaf qabriga allah u waasiciyo intayna ka soo qayb sheeshayna ilaahay jisaayigeed ha mariyo ilaahay inaga jisaay siiyo ugaaska sidaa laga sheekeeyay dee taariikhdaas haddii maanta lanaynu ka sheekeynay midaynu ka sheekeyn karayn dhammayn karayna maaha waxaynu u joognaan waa tacsi maanta halkan inoo taala qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkiina waynu ka tacsiinaynaa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama ilaahay ugaaska ismaaciil cabdi huluul ilaahay ha u naxariisto waxaan ka tacsiyaynaa marka koowaad ehelkii iyo qaraabadii iyo dadweynihii uu ka baxay ee beesha ilaahay samariye iman allah ka siiyo ilaahay samariye iman allah ka siiyo ilaahay jannada ha geeyo ilaahay jannada ha geeyo ilaahay jannatul firdaws ha geeyo ilaahay ha u naxariisto innagana ilaahay inooga daba naxariisto addoon qaaliyuu ahaa nin wanaagsan buu ahaa nin cod wuxuu ahaa dadka iyo dalka wax ku taraa gool hore iyo mar dambaba ilaahay ha u naxariisto innagana ilaahay inooga daba naxariisto sidaa culimmadu hore tiriba nebiga fadligiisa faatixa ugaas ismaaciil wuxuu ahaa nin cibaado badan oo karti badan oo aqoon badan oo maaragtay wax kastoore ku fiican yahayba aada isleedahay wax weyn buu ka wataa haddii aanu nahay xaafadda wax weyn baanu ku waayaynaa haddii reerka aanu nahayna wax weyn baanu ku waayaynaa ilaahay naxariistanaha ka waraabiyo geeridu xaq weeye haddii uu nin weyn go'o geed hadhaca baa dhacay laybareeri baa guban wuxuu garan jiraa lumi wuxuu garan jiraa maqan marka waxaasoo dhan buu ku sufaabo aad baan uu tabi doonaa allah ha u naxariisto waxaan aysadlanda beesha ayuub ugu da'yar baan ahay boqol ibraahim boqol cali goobtanan maanta joogno suldaanka guud iyo ugaaskan maanta calemasaarino aabihii oo maanta meytiyo laga hooseeya iyo suldaanka laba raggii xaqal maanta igu calemasaarabeen aniga maalintaa marka aniguna maanta waxaan ku wareejiyay suldaanka guud oo isaguna calemasaari doono cumaamadda saari doonaa ugaaska cusub ee dhalinyarta ugaas adduunyada gebigooduba waxay tahay ka nasaar ka nasiib midna waa dhimanayaa midna waa la caleema saarayaa halkan waxaan ku caddaynayaa inaan duubka u xidhayo booskii aabbihii ugaas axmed nuur ugaas ismaaciil cabdi hulul allaahumaa ballaqto geeridu ma laha dhaqanku wuxuu leeyahay xeer xeerkaasa xeerka dhaqanka ayaa fidnaynaya in la caleemo saaro midna la aaso markaa ha la yaabina ibraahim jokar cba tv hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121